بنات الجامعات اكثر شيء هم يقومون من الصبح يظلون طول اليوم. وريت شيء سريع همينا لان مرات هاي امثله راح اعطي انه الشوفان مع الفواكه مع ملعقه عسل يعني هذا وجبه متكامله وبالتالي انه تشبع فتره طويله خلال يعني الساعات الاولى من الدوام. وممكن مثلا ناخذ 2 حبات توست من الحبوب الكامله مع جبن او لبنه مع لبنه لوفات قليله الدسم. ممكن همين البيض لان هوايه من صحيح الناس البيض يفضلون الريوق بالريوق بيض بس كل اشكال صحيح تمام ويعطي اول شيء بروتين عالي وايضا يشبع لفتره طويله. بس دائما نحاول ناخذ يعني بطريقه صحيه نبتعد عن المقالي الاضافات الملح الزايد هاي كلها انه يسبب عطش يسبب يعني احتباس صحيح.